استاذ استاذ انا باشا حضرتك بطاقتك وبطاقتك كلام نسوان. لا يا حبيبي ما تكنش. شوف لي مين العيال دي ومين وزهم عليا. يلا. احساس جميل ان الواحد كده على الصبح يشوف النيل قدامه. فبيبدا يومه وهو مشرق. طبعا حضرتك. انت بتتكلم كلام صح جدا. انت ما تعرفش مقوله ان مصر هيبه النيل. سعادتك لفيت في المكان كويس؟ سعادتك عندنا مطعم تحت بيعمل فطار انتر كونتيننتال ما حصلش. ولو سعادتك يعني بتحب السهر مع المدام بقى غير المدام عندنا نايت كلاب تري شيك هتنبسط فيه قوي سعادتك. اللي احنا ممكن ناخدك عندنا وسهرك سهره عمرك ما تنساها ابدا. فين حضرتك؟ هو حضرتك عندك نايت كلاب برضو؟ شفت يا اخي خدتني في دوكه. هو النيل المنعش نساني. معك العميد احمد الديب من الامن الوطني. امن وطني؟ خير سعادتك. يا ابو سيدي انت بخيل ولا ايه؟ بتقول لي اتفضل. يا باشا مكانك ومطرحك طبعا اتفضل. هي بس يعني الزياره جت فجاه حبتين. لسه متجوز اخت رحيم؟ اطلعها سعادتك لو تامرني. لا يا عم ربنا ما يجعلنا نخرب بيوت ابدا. انا بطمن بس. انا عارف يا ابو السيد انك ضربت على املاك رحيم. بس رحيم مش هيسكت. ها طبعا هيدور على حقه. وانا حاسس ان موت امينه بسبب موضوع املاك رحيم. سعادتك تقصد ايه يعني؟ تقصد ان رحيم هو اللي قتلها؟ يمكن. لا طب ما دام رحيم بقى بيطوع في الخلق كده يا باشا انا بستاذنك يا باشا تعين لي حراسه وانا تحت امرك في اي حاجه. وعين لك حراسه ليه؟ هتبعدوا برلمان ولا هيمسكوك وزاره؟ يا باشا الروح غاليه ورحيم مش هيسكت وانت سعادتك قلتها ده ممكن يقتلني. بالظبط. يبقى انت من مصلحتك ان رحيم يرجع السجن تاني. انا بقى ما يهمنيش غير اعرف موضوع عزت. عزت ده بقى كان بيتكلم مع امينه قبل ما تتقتل. أنا عارف إنك قريب من أمينة وإلا بقى ما كنتش تخليها تقعد معاك وأنت بتتفق مع خميس الونش. خميس؟ خميس مين يا باشا؟ الونش الونش أبو سيد. على فكرة أنا ما يهمنيش موضوع استغلال خميس عشان رحيم وبتستغله إنه يعمل حاجة في رحيم يعني مش بتاعتي. أنا اللي يهمني عزت. مين عزت؟ يا باشا أنا ما أعرفش حد اسمه عزت وأقسم بالله أنا لو أعرف أقول لك على طول. بعدين أمينة عندها شركة كبيرة وعندها مليون عميل. ما يمكن اللي يكلمها واحد من العزة اللي بيكلموها. كانوا بيتكلموا عن رحيم. عن رحيم. أنت متأكد يا باشا؟ أه. لا لا.
متأكد متأكد انتوا ده باشا كل حاجة بتعرفوها، بس أنا باشا يعني بتاعك على العدل الفقير هتقصالك، بتاعك وبتاع البلد. ولو عرفت حاجة عن عزت يبقى كلمني، قصدي هكلمك على طول أقول لك كل حاجة يا باشا. أنا أخبى عليك أنت؟ الماس ده يا أبو السيد؟ ما أغلاش عليك يا باشا. قول سعادتك إيه؟ ما تعرفناش حد مقرفة في موضوع الحراسات ده؟ نورت يا باشا. مكانك ومطرحك. نورت. مكانك ومطرحك يا باشا. الله يخرب بيت رحيم وسنين رحيم. تاليا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. ايه اللي حصل؟ بابا انا تعبانة قوي وحاسة اني هيغمى عليا، ممكن انام ولما اصحى نتكلم؟ طبعا طبعا انا حضرت لك الأوضة، اتفضلي. تعالي يا حبيبتي. طالين سلمي، عارفة مين دي؟ داليا. اسمع قبلة داليا، عيب كده. سيبها براحتها. ايه ده ما شاء الله كبرتي قوي. ما انت ما شفتهاش من 9 سنين. هو ده بسببي برضو؟ رنين سيبي اختك تستريح وتعالي نحضر لها لقمه. بابا بجد ماليش نفس، انا تعبانه قوي مش عايزه اكل. معلش لقمه سريعه كده. انا حضرت لك هدوم من عند ماما رنين. ميرسي يا بابا، بس بص انا جبت معايا شويه حاجات. ميرسي. طيب على اذنك. يلا رنين. راجع لك تاني يا داليا. ماشي ما تتاخريش. رنيم عايز اقول لك على حاجه. اوعي تقولي لاي حد ان داليا هنا، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا. ايوه داليا انت فين؟ احنا خلاص خارجين من الحاره اهو. خليكي عندي، ما تتحركيش لما اقول لك، مفهوم؟ خلي بالك من نفسك. باي باي. وهي هتروح على فين بقى دلوقتي ان شاء الله؟